تجلى عطره الفواح، حوار يجمع الأرواح، وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لاح. هنا بالذكريات عبير، جمعناها لأجل الغير، رسمنا فيه حب الخير، أمانينا مع الأفراح. حديث عاطر وشجون، يبوح القلب بالمكنون، لكم نهديه في المضمون، ويدنو فجرنا الوضاح. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية. حوار الأرواح. تشط النفوس وتبتعد عن مراميها التي قدرتها لها المقادير، وتتخاذل أن تقول إن هذا ليس إلا كما هو، بل تضيف عليها ما يجعلها غير قادرة على الاستمرار فيه طويلا. تركض النفوس وتركض محاولة اللحاق بكم الإضفاء الذي تضفيه على كل شيء. كل شيء له مكانة غير مكانته، له تميز فوق ما يحتمله، له ما لا يمكن أن يكون فيه. إن تلك الخطوات بل تلك الركضات لا تكون متعبة في بداية الطريق، بل عندما تصل إلى ذلك المرتفع يبدأ تسارع الأنفاس وتخاذل الأقدام وتكثر الكبوات وتزداد العثرات. وهناك حيث لا يرحم أحد أحدا، وحيث لا يريد أحد أن يترجل عن حصانه الخشبي الذي صنع له، يبقى الغلو سيفا يخطف النفوس قبل الرؤوس، ولا يبقي إلا الهلاك والنفاق. الحب في الله من أوثق عرى الإيمان، وهو يبنى على قاعدة من الاستقامة على الدين. ولذا يلتقي الناس على مصالح ويتحابون، يلتقون على التجارة، ويلتقون على الجيرة، ويلتقون على الزمالة في العمل، ويلتقون على أنساب، لكن صاحب الإيمان يلتقي مع أخيه في الله على الدين. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: ثلاث من كن في قلبه وجد بهن حلاوة الإيمان. أثار للإيمان حلاوة، الإيمان له طعم، أي نعم، لا يجدها إلا إذا وجد هذه الثلاث، وهي أولا أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه لأي علاقة أرضية، وإنما لأنه على المنهج الذي يحبه الله ويرضاه، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. يعني هذه هي من أوثق عرى الإيمان. فالمحبة في الله عز وجل شيء عظيم، ولهذا الصحابة تحابوا، أحب النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه، أي نعم، ورافقه في صحبته، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وبين المهاجرين لما انتقلوا من بلادهم وتركوا خرجوا من ديارهم وأموالهم ابتغاء مرضات الله، ووصلوا إلى المدينة آخى بين الرجل من الأنصار والرجل من المهاجرين. أيضا تبقى هذه المحبة إلى يوم القيامة، بل في الجنة، بل تتحول محبة الناس الآخرين إلى عداء. يقول عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. الأخلاء في الخمر والزنا، الأخلاء في أي دنيا معصية بعيدة عن الله، هؤلاء بعضهم يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا، كلما دخلت أمة لعنت أختها، إلا أهل الإيمان. أما أهل الإيمان لا، يتحابون حتى في الجنة، ويجلسون على سرر متقابلين. يقول الله عز وجل: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، إيه نعم، قال قائل منهم إني كان لي قرين، إلى آخر الآيات التي وردت ببيان المحادثة بين المحبين الذين تحابوا في الله في الدنيا، فجمعهم الله في المحبة في الجنة. عطره الفواح، حوار يجمع الأرواح، وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لا. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الفضيلة، الداعي المشهور والمعروف عند الناس، خاصة أمثالكم بارك الله فيكم ونفع بكم، الناس دائما عندهم تساؤلات في بعض تفاصيل حياته، وكيف يسوي في كذا، كيف يسوي. فأنا أبغى أقف معكم شوية وقفات إذا أذنتم. بارك الله فيكم.
أنتم في بيوتكم مثل خلق الله تحتاجون مقاضي وتحتاجون أغراض ويخرب عندكم في البيت شيء وكذا، نبغى نعرف كيف تتصرفون أنتم كأشخاص. يعني الشيخ سعيد مسفر، الشيخ عايد القرني في مثلها، خلنا نبدأ من عندك الشيخ سعيد إذا أذنت. وش تسوي في مقاضي البيت مثلا؟ والله يا أخي أنت قضي ولا؟ في مقاضي البيت يختلف عن بقية أساليب المشايخ. طيب، وهو أنني أباشر هذا الشيء بنفسي. أنت بنفسك اللي بنفسي أروح أقضي وأطلع وأنزل لأسباب. أيوه. أو السبب الأول أنه نوع من الرياضة. أيه. والحركة، وأنا أشوف الناس الآن يطاردون في المماشي هذه وفي الرياضة. أنت روح السوق. أنا أروح السوق أخدم أولادي ونفسي. نعم. الشيء الثاني أنني أتقرب بذلك إلى الله عز وجل. سبحان. يعني أعتبر طاعة لله أنني أنا أخدم أولادي وأهلي بالبيت. الأمر الثالث أنه ما حك جلدك مثل ظفرك. أيه. اللي بيجيب المقاضي لك في بيتك ربما يجيب أشياء ربما ما هي على الجودة التي تريدها ولا بالسعر الذي يناسبك وتحتاج إليه. طيب. فأنا أبحث عن الشيء اللي يناسبني وبالسعر اللي يناسبني وأجد في هذا متعة. أيضا في مصلحة ثالثة، وهي أنني يعني أطلع عن قرب وعن كثب على أحوال الناس. على أحوال الناس. أي نعم. جميل والله. وأشوف الشيبة الكبير الذي يكدح، وأشوف الرجل الذي يعمل، وأشوف الشاب الصغير. الله. وأشوف الفقير والغني والكبير والصغير. استفيد من هذا. نعم، أخذ من هذا دروس وعبر. جميل. لأنني ما أبقى في برج عادي بعيد عن الناس. تمام. وإنما قريب مع الناس. أنا إذا أذنتوا لي في جلستنا هذه بنخليها مقتطفات إذا حبيتوا سريع. إيه طيب. حتى أيوة. بننتقل في نفس المحور عند الشيخ عايض إذا أذن. الشيخ عايض أحسنت. في مسألة السوق. مسألة السوق الشيخ، أولا أنا أؤيد ما ذهب إليه الشيخ سعيد من أن الإنسان يمارس بنفسه، وكان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم هو يذهب بنفسه، لكن يختلف اختلاف الأشخاص. ويعلم ربي ليست عاليا. نعم. لكن أنا من صغري من المتوسط إلى الثانوي كنت كما أخبرتكم البارح متعلق بالقراءة، حتى نعم. إخواني كانوا مع الوالد يقومون بشؤون البيت. نعم. وكنت أنا في المكتب، فنشيت على حب البيت بشكل بيتوتي. نعم. وحب الكتاب، حتى أجهل الأسعار وأخبار السوق والتفاصيل هذه أبدا ما تعرف. منذ أن كنت في أبها كان معي أخ يمني من الطيبين الأخيار متولي أمور هذه الأشياء، يراجعني طبعا. نعم. وعندي أمر آخر، قلت إن ذهابي إلى السوق طبعا وفي فوائد كما قلت، لكن يفقدني بعض التحضير والوقت. ومثلا تدبر القرآن أو مراجعة المحاضرة. أو حفظ شيء من المتون. نعم. فشفت يا شيخ ثم الدخول مع الناس أنه يأخذ وقت طويل. أيوة. ومضيت على هذا إلى الآن. والله يا شيخ وأنا لا أستهلك الخادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو أصحاب الذين باشروا بأنفسهم. اللهم صل. لا أعرف الأسعار. سبحان ولا الله. أعرف كم مثلا سعر كيس السكر أو الأرز أو الطماط أو شيء. فأنا مقبل بشكل ما يتصور على الكتاب ومكتبتي والتحضير، ووجدت أنه يمكن مالك يكفيك ويخدمك. نعم. في شيء قد تحصل من أروع يعني النتائج. هذا الوقت ثمين. نعم. الوقت. نعم. ذهب. إما تصرف كذا وكذا. إيه. ولكل وجهة لكل شيخ طريقة. نعم. نعم. ولكل إنسان أهدافه ورؤيته. نعم. خلنا أيضا بنفس الطريقة نتكلم عن التجارة شيخ عايض، عندما دلنا عندك. نعم. مارست تجارة في يوم الأيام أو تجارة حاولت؟ أنا بنفسي ما مارست، وأنا لو مارست أغبن، لأني لي تجارب في التجارة والعقار. إيه. منها مرة أتيت إلى الرياض تعرف، فقال لي أحد الناس ظاهر الصلح. نعم. أعطني مبلغ من المال، ولا يمكن أن نتركك وحدك وأنت كذا وكذا. فأعطيته مبلغ. ويعرف الشيخ محسن هذه القصة. نعم. وذهب بالمبلغ وذهب الرجال، وسرنا نبحث عنه وعن عنوانه حتى بعد سنوات. يا. نعم. الله، رجع البعض والبعض ذهب. هذه. نعم. التجارة. أيوة. والعقار دخلت مع أناس. نعم. ومنهم الآن بعضهم الآن الله يفرج عنه في السجن. آمين. بمالي. أيوة. فأنا ذا الحين ماشي، لكني نعم حظك، ولكن الحمد لله أنا مرتاح والحمد لله، الحمد ورزقي لله. موجود الحمد لله. أيوه. ولكني لا أسعى إلى أن يكون هو شغلي. أنا شغلي الشغل القراءة والعلم والتعليم والدعوة كما تشاهد. نعم نعم نعم. ونقول إن الله أنعم علينا سبحانه وتعالى، وله الحمد حتى يرضى. شكرا. ولا أني بظاهرنا للناس أني أحمد بن حنبل ولا مالك، ولا سعاني في تقصيري، وإني لو حصلت فرصة في التجارة لن أترك ولا في العقار. الصحابة بل عشر بشر الجنة منهم أغنياء العالم في ذاك الوقت كلهم، طلحة والزبير وغيرهم أغنياء العالم. نعم. 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 طيب التجارة يا شيخ سعيد، أنت أنا أخي الكريم لم أمارس التجارة خوفا من أن أتوجه إليها وأترك الدعوة. أيوه.
وإلا عرضت علي وأتيحت لي فرص ولكني والله آثرت أن أبقى في مجالي الدعوي وأن أكون على علاقة لكن بشكل قريب خفيف. لأنه دائما الإنسان إذا أنشغل بجانب أنا أعرف ناس كانوا من الدعاء وكانوا من العلماء ودخلوا في مجال العقار أصبحوا يداومون ليل نهار في مكاتب العقار أشغلهم هنا وإلا لما جئت مكة في سنة 1412 في قمة يعني ظهور الحركة العقار هنا جاءني بعض الإخوة من الأثرياء وقالوا عندنا مخطط يعني كامل نريد أن نجعله باسمك يعني على سان يمشي وهذا ولك مبلغ كبير يعني حتى أظن 6 مليون ريال قالوا بس فقط تدخل معنا المحكمة بس باسمك نسوي لك إفراغ وتسوي لنا وكالة عليه بس أي والله فقلت لهم طيب وإذا جاء بكرة وأنا أتكلم في المساجد وفي المنابر عن الزهد وعن زهد أحمد بن حنبل وعن الورع والتقوى واسمي على لوحات الأراضي في منطقة مكة كلها ماذا سيقول الناس عني؟ إيش في محظور يا شيخ سعيد؟ ربما العلماء والدعاء إلى الله هو ليس محذورا ليس محذورا لكن نوع من التوازن في حياة الداعية أي مثلاً عندك العلماء الكبار الذين يقومون بممارسة الدعوة وهم واجهات لهذا الدين يجب أن يكون شغلهم الشاغل عملهم الدعوة لكن حينما ينصرفون عنه إلى العمل وإلا ليس حراماً وبعدين الضوابط التي يمكن أن يضبطها الإنسان من السلف زي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه زي عثمان بن عفان نحن لا نصل في إيماننا وفي قوتنا الدينية وعلاقتنا بربنا مثل هؤلاء خوف أنت خفت أنا خفت من أن أنشغل بها وفعلا لو دخلت في هذا المجال لانشغلت إذن ما مارست التجارة بالمعنى لا ما مارست مارستها مرة ففشلت مثل الشيخ وكأن هذا تأديب من الله عز وجل فقلت خلاص وحده خلاص وإلا بعض الإخوة مارسوها في مجالات متعددة مثل سوى هذيك اللي جت ومثل الأسهم التي في البنوك وغرقوا وخسروا والله حماني ما خسرت ولا دخلت في هذا الشيء شيخ سعيد ما زلنا عندك هل دخلت المحكمة في يوم من الأيام شاهدا أو مدعيا أو مدعا عليك أو كذا حصل؟ والله في حياتي من أول حياتي إلى قبل يعني سنة أو سنة فقط لا أعلم أنني دخلت محكمة إلا زائرا للعلماء والمشايخ طيب هنا ليه؟ لأن حياتي قائمة على النصفة الحمد ما أنتظر أن واحد يشتكيني عشان أعطيه حقه أعطيه حقه بدون شكوى إن أحيانا يجي واحد يطلب غير حقه ولا أستطيع أن أجرؤ أن أدعي على واحد لأن حينما يكون لي حق عند إنسان أصل هذا الحق ما يكون إلا لأني أحبه وبيني وبينه علاقة فأنا أتسامح الله. يعني واحد من الناس جاءني يوم من الأيام قال لي أسألك بالله أن تعطيني 200,000 وشهرين فقط شهرين قلت لا بعطيك 200,000 وما هو شهرين سنة بس سنة صدق ولا شهرين كذا اي نعم قال طيب جزاك الله خير ومرت السنة والسنتين والثلاث ولم يعطيني حقي وهو صديق لي وبيني وبينه علاقة قوية أخيرا اتصلت بقلت يا أخي بعد شهرين الآن 3 سنوات اي نعم قال يا أخي هو أنا الوحيد اللي يستلف كل الناس يستلفون يا أخي عجيب اي نعم ما عاد سار يرد علي أخيرا زرته إلى بيته ولما دخلت عليه وقلت له أعطاني 50,000 ثم أعطاني بعدين 50 ثم قال لي أسألك بالله ما عاد تطلبني في البادي واتخذني عدوا إلى الآن لا حول حتى الله العيد الله. لا يدخل علي ولا يتصل بي علشان 100,000 الله المستعان أروح أشتكي لا قلت خلها تمشي أنت يا شيخ عايض المحكمة قد زرتها لأي سبب من الأسباب غير الزيارات للعلماء وكلا. أبدا لا ما. شاكين ولا مشتكين الحمد لله. ولا شيء الحمد لله ما ولا شاهد ما حد قد حضر لك لشهادة ما مثلا ما هل طلبت لشهادة ورفضت هل لا ما سبق أني طلبت ما كنت طرف يعني في قضية ولا شيء تعرف الوسط اللي أنا فيه مرة الحمد. ويوم جاء الحين الآن من 2-3 سنوات عصر محامين مثل لو كان في شيء ولا شيء بيكون في محامي المحامين وكذا هم اللي يقومون بمثل هذه الأمور طيب المخالفات المرورية يا شيخ عايض هتقول ما عليك ولا مخالفة بعد؟ لا يحصل يحصل في مخالفات وأدفعها إما قطع إشارة أو ساهر أو شيء أو يحصل ولكني أنا لست سائق أنا يعني قد كنت أسوق أنا في الثانوي أول الكلية فقط وبعد أول كلية ما عسكت من ثانية كلية إلى الآن لم أباشر السياق أنا معي سائق أولا لست أنا عندي رخصة طبعا وكذا لكن جاني زيد أيضا فهم ثاني قال إني بيمكن أستفيد أنا من الوقت الذي أركبه عليك. والله ما شاء الله حتى أروح إلى الجنوب يعرف بيتنا الشيخ 2:30 صدقني إني أقرأ فتح الباري حتى أصل ما شاء الله ويحنين يجيني دوخة فوقف على الطريق وخلنا نشرب شاهي وأقرأ فسار قلت لعلي
فلما أنست أنا بالسائق صار عندي راحة أيه. إنه لا شد أعصابي عند الإشارة، فهذا للسبب هو صحيح. فيحصل المرور والمخالفات من غيري السواق. وأنا ربما لو كنت مسجون يمكن في المخالفات. ما فقدت مهارة السواقة يا شيخ؟ لا ما أظنه، لكني ما جربت من قريب مرة، يعني أروح مثلا في الرحلات أو كذا أسوق. أيوه تسوق يحصل يعني. ما أظني أفقد يعني هذا. أيوه عاد لا مرة تتركها مرة واحدة. أنت لو أنك في الفلبين تسوق كان يمكن صرت محل السواق وهو محلك وما حصل لك. دائما مننا الفلبين هذا صدقت، ولو كنت عالم الغيب لركبت المرتبة الثانية بعد أزيد وخليت أخواني محل ما ركب الشيخ محسن. شيخ سعيد المحاضرات المرور أيوه طيب أيوه آسف أنا أولا نسيت. أنا أقود بخلاف الشيخ أكيد أنت ولا أطمئن إلى سائق عجيب نعم لأن الشيخ ما يحب القراءة هو ربي لا أنا أقرأ غيب وهو يقرأ نظر مسكين ما عنده ذاكرته في الحفظ يقرأ جزء عمه غيب إيه نعم فإذا ركبت السيارة مع سائق آخر إيه أكون قلق جدا هنا واذا جينا ملف والراتب ترى الشيخ يحسبها لا اذا جينا ملف قلت انتبه هون اذا جينا مطب ايه؟ المهم انا اللي اسوق وما في سائق يسوق كما اريد انا نعم. لان كل سائق له اسلوبه صحيح. اخيرا اتعب ايه؟ فاقول انزل بلاش انا اسوق ولا عندي سائق ماني ايه؟ مثل الشيخ عندي سائق الحمد لله لكن سائق للشيخ القاضي وبعض الاشياء والطلبات سمحت لي شيخ طبعا على ذكر السائق واحد له قرابه بالشيخ سعيد كان عنده تاكسي واجره فانقلب بالتاكسي فتكسر الثلاثه وما قدر قال حسبي الله عليهم تكسروا ولا حاسبوني لانهم راحوا من المستشفى فالشيخ من هذا المنظور اقتصادي حاسبه هذا بالنسبه للسائق وللقياده انا اباشرها بنفسي ايوه المخالفات قليله ونادره لانني اتمسك بانظمه السير وايضا لا اسرع ايوه وقد حصل مخالفات ايوه ومره كنا طلعت من الهدى ايوه قبل ساهر ولا يدفع قبل العم ساهر الله يحفظه الشيخ سعيد يقول لك ما تدفع والله ادفع المهم جينا وقفنا الشيخ انا شفته قلت تقول الله ادفع داعيه في سبيل الله وقفنا عند واحد واذا بالرجل يمسك الضابط من هذا المرور ياخذ غرامات على انا ما كان معي ذيك اللحظات الرخصة اي نعم قال لي الرخصة اي والله وكان انا قلت انا معك سعيد بن مسفر بدنا يعرينا قال اقول الرخصة قلت ما عندي رخصة قال على جنب اي أيوه. وقفت على جنب وانه يجيني وهو في حالة يعني أيوه. نعم. قلت كم الرخصة قال 100 هذا الغرامة قال 100 ريال قلت هذه 100 تفضل اي والله قال لي كذا بدون قلت وانت بتاخذها هذه الدولة بتاخذها وآخر الشهر باخذها براتبي فهي من جيب في جيب ما لك فضل ولا شيء قال تدري امشي رحت الحمد لله شكرا الحمد لله يعني على طاري هذا الكلام احنا نقول دخلت رحت المرور كذا انتم معروفين عند الناس واحسبوا انكم اذا رحتم تراجعون في موضوع ولا في معامله ولا في كذا والكلام ده نبغاه بسرعه من كليكما لازم الناس يعرفونكم يساعدونكم يحصل هذا كثير او قليل اما انه يحصل اعتقد انه يحصل شيخ سعيد بالنسبه لي طبعا الاسئله كلها للشيخ الان لا لاني بحاول لا ابغى اختم بك انت لا في ترى في مشاهدين وفي متكلم وفير والله ما يقول ختامها مسك وحتى اذا سالني يناظر فيك يا شيخ لاني اقرب لا اظنكم شركاء في مكه طبعا هذا يحصل حينما يروح الانسان منا الى اي اداره بحكم الشهره والمعرفه كلهم يحبونا ويقدرونا ويحاولون انهم يخدمونا كثير او قليل هذا سؤالي يعني والله في اكثر مراجعاتك ولا في قليل منها في معظم مراجعاتي في معظمها نعم والله ما احتاج الى اني اطلب شفاعه في شيء وانما كل من راني يخدمني قبل ان اتكلم الشيخ عايض والله اني ادعو لهم بالتوفيق وبالمغفره هم الشيخ حتى هم لا يخالفون النظام أكيد لكنهم يتساعدون ويقدرون وإما شيء يخل بالنظام أو يكون فيه يعني اجتياح تجاوز لا لكن الخدمة لكن تحصل. الخدمة والطلاقة والاستقبال نشكرهم جزاهم الله في خير. معظم مراجعاتك وكذا يحصل يمكن يأتيك شخص يا دقيق أو شيء أو مثلا كذا فلكن على كل حال وأنا أحرص شيء يا شيخ قد قرأته لعلي بن أبي طالب ألا يأكل الإنسان بدينه أكيد ولا يستفيد بدعوته مؤكد هذا ثم الناس يباشرونك بهذا أيوة بس إنك تجدهم من تعاطف وتجدهم من حب جزاهم الله خير فندعو لهم آمين لا أنا مرة كنت بأهلي في أيوة. الجمس نعم. ونبغى ننزل نصلي للمغرب في رمضان ونفطر في الحرم نعم ومعي يعني ضيوف من أرحامنا من أبها أيوة. في مكة أيوة.
ولما جيت وقفونا قال وقف عند فم النفق حق جياد. طيب ما تدخل السيارات قبل المغرب في ذيك اللحظات. نعم. قال لي وقف في رمضان. ايه انا عندي موقف في القصر الملكي. ايوه ايوه والضابط ما هو ضابط وكيل. نعم. ركيبي. نعم. نعم. ايوه قلت له معك اخوك سعيد المسفر عندي موقف في هذا. أيوة. قال ولا ورا ورا وقف على جنب. ما اعرف قلت اقول لك انا سعيد المسفر هذا عندي تصريح. أيوة. قال اقول لك امشي. اي والله قاموا النسوان يضحكون. أيوة. قالوا الشيخ سعيد والله وقف يا سعيد الله ما والله انا طلعت في ذاك اليوم كرتك عندهم ما. أيوة. ما طلع مو مره قالوا بعدين نزلت ورحت واني اجي النقيب جالس في السياره. الله. لما جابني النقيب نزل قلت الرجال منعني يا اخي وعندي يعني موقف. أيه. جاي له عنده. أيه. قال لي خليه يمشي. قال والله ما يمشي ما في حلف بالله ما امشي. اي والله طبعا ناداه بالنداء العسكري. قال عسكري قال ذاك كذا قال ضابط. أيه. ثبت ثبت. أيه. قال اركب. أيه. اركب في سيارتي. ركبها في سيارتي وهذا الرفق في الدعوه. أيه. لا ما هو هذا رد الاعتبار. هذا العسكري ما رفق. اسمع. أيه. بعدين طال عمرك ركبه وراه وشغل هذا الونام. نعم. دخلت بالونام. اي والله دخلت لين جينا القصر. انا دخلت القصر. الله يتقبل. كان مدير المرور موجود. أيوه. شفت مدير المرور. مدير المرور العميد محمد بن سعيد الحارثي. أيوه. ذاك. أيوه. كان. أيوه. مدير مرور مكه. تمام. اي والله والله جابه. قال العسكري هذا قلت له يسمح للشيخ لان عنده تصريح. وقال والله ما يدخل. وقال والله نعم. قال لي ليش؟ قال هذا اساء الادب الي. يقول من شأنه. ايوه ايوه يعني ابتهاني. قال ايش قال لك؟ قال لي كلام ما هو لائق. قال يسيء الادب وهو الذي يعلم الناس الادب. الادب. اي نعم. ما انت بصار. المهم قال له اول شيء توقيف 48 ساعه. لا حول ولا قوه. مكانك ونقل الى مكان. هذا في ميزان حسناتك. كل هذه حسنات ولو فصلوه. لا تقول زياده انه ما بيفكك يا شيخ. صارت محاضره عن هذا العسكري. لا لان كل تعليق حسد. حسدا من عند. خلاص هذا في الحرم تطبيق للدين. طلبناكم ننهي الجلسه وبنبدا جلسه ثانيه. الى لقاء اخر ان شاء الله. الفواح حوار يجمع الارواح بالأشواق للموعود علينا بالسعادة لا. الآن معنا مقطع مع فضيلة الشيخ أيضا مقطع قديم أرجو التعليق عليه. أشكر للمسؤولين عن التوعية الإسلامية في إدارة تعليم البنات بجدة هذه الفرصة الطيبة وهذه المناسبة السعيدة التي نلتقي فيها جميعا على بساط الإيمان والحب في الله عز وجل. وليس بغريب أن يحصل الاهتمام بالجانب النسوي فيما يتعلق بالتوعية الإسلامية. حياكم الله. ليس بغريب. نعم هذه محاضرة أذكر أنني ألقيتها في كلية المعلمات في جدة بدعوة من إدارة الشؤون الإسلامية وكان معي وبرفقتي الأخ الكريم علي بن واصل السهلي وهو الذي كان ينسق محاضراتي في جدة ويعني كان الحضور يعني كبير بالنسبة لجميع الاستديوهات لأنها كانت عبر الدائرة التلفزيونية وجميع الاستديوهات كانت مرتبطة بي حتى أن العميدة لما غلقنا قال جزاك الله خير خير يا شيخ وإحنا كنا رابطين معك استديو واحد لكن عطلنا كل الاستديوهات 26 استديو يسمعون المحاضرات ويعني كلهم فرحين ونرجو منك أن تكرر مثل هذه الزيارات. نعم يا شيخ الملاحظ عليك في المحاضرات أنا لاحظتها من قديم أنك أول خمس دقائق تبدأ بعقل يعني باتزان وتتكلم بعلم ويعني معلومات. لا العقل معي دائم. ايش بعقل؟ قول باتزان. باتزان يعني بتؤادة. صدق بتؤادة. صح العبارة. فتبدأ نعم تبدأ في أول محاضرة تقول وهذا اختلاف نوعي وينقسم لأربعة أقسام ثم تخرج من الإطار وتبدأ الصايح وتسقط قطرتك وبشتك وتقول ومن دخل هذا وليه وتضرب وتصفق ويروح ويطيح الميكروفون والمسجل يسقط ما أدري وش الحالة هذه. هذا جزء من الإخراج الفني للمحاضرات وهو سبب ترى القبول عند الجماهير لأن في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تحدث كأنه منذر جيش لكنك أنت جالس كذا يا شيخ
يعني حتى يملون الناس. لكن لو يظهر أن الله رزقك المتحدث يظهر كأنه هبل ولا خبل. لا ما هو خبل لا إنما يتفاعل مع الكلام الذي يقوله ويعبر عنه. لأن ما يشكون الناس إن في صفقة جنة. هناك لا لا أبدا هي وسيلة من وسائل التعبير. أيوة. اليد تعبر والعين تعبر والحركة تعبر فيتجد المعلومة تصل إلى المستمع والمتلقي متكاملة. لكن لما تكون هكذا جالس مثل الصنم ما غير تكلم أنت الله رزقك بالشعر في الشعر هذا هو الذي يسوقك عند الناس. يعني ولولا الشعر لكنت مرفوض ولا أحد يستمع لك. لكن تلك فضل وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الفواح حوار يجمع الأرواح وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لا. استفدت من رحلتي إلى الفلبين الأخيرة التي حصل فيها أطلاق النار أنه إذا كان لك والد ووالدة أو والد أو والدة فاحرص على برهما فإن دعاءهما درع حصين ضد الموت ضد الرصاص. دعاء الوالد دعاء الوالدة بر الوالد والوالدة. أنا بالمناسبة من عنده والد والدة وبارك لكم باب مفتوح إلى الجنة حصن حصين مانع بإذن الله. أنا عندي والدتي لا زالت حية عمر الله وقتها وأحسن مثوبتها ودعتني الفلبين ترفع يديها وقد أوشكت أن تبكي وتقول استودعك الله استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. هذه الكلمة كانت في ذهني مع ترديدي حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا أعزو كثير من النجاحات والحماية لدعاء الوالدة وأنا أدعوك أن تستدر أنت دعاء الوالدين بالبر. يعني ما لا تظن أن دعاء الوالدة بس وقت الخطر ثم لا تراك أنت وقت الراحة وقت الرخاء وقت السعة تبحث عنك ما تجدك أمك أو أبوك وقت الطلب وقت يعني طلب الاستفادة منك. لا احرص على أن تكون بارا خادما لوالدك حتى يأتي دعاء الوالدة والوالد من القلب. يا أخي دعاء الوالدة هذا أمر عظيم لأن والدي توفي غفر الله له من 5 سنوات لكن بقيت الوالدة. يقول أحد العلماء ترى دعاء والدتك اسمع دعاء والدتك كالجيش الجرار معك ترى عسكر معك كثائب معك لأن الله ناصر سبحانه ويسمع الدعاء سبحانه وتعالى. والله إني أعزو كثير من هذه الحماية التي حصلت إنه بحفظ الله عز وجل بدعاء والدتي غفر الله لها وبارك فيها وفي عمرها. ولهذا أنا أدعو الجميع أنك تحاول تستمطر دعاء الوالدين بالبر. يا أخي بر والديك واطلب منهم الدعاء وحاول في كل سفر قبل السفر أن يكون هناك وداع باهتمام الوالديك وتقبيل الأقدام وتقبيل الأيادي إذا تسهل ذلك وأطلب منهم الحفظ والدعاء ودائما تكون على اتصال بهم ولا ينقص عليهم شيء مما تستطيع كن خادما مطيعا لوالديك. فدعوة من الوالد والوالدة تفتح لها أبواب السماء وتطرق أبواب الجنة. فهنيئا لمن كان عنده والدان أو والد أو والد وهنيئا للبار. شكرا للبار. تحية لمن بر والديه. سلام عليكم. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية. تجلى عطره الفواح حوار يجمع الأرواح وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لا. هنا بالذكريات عبير جمعناها لأجل الغير رسمنا فيه حب الخير أمانينا مع الأفراح حديث عاطر وشجون يبوح القلب بالمكنون لكم نهديه في المضمون ويدنو فجرنا الوضاح.